بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحدث العينات التي درستها في السابق. طبعا هذه العينة عبارة عن يرقات، ووضعتها مع نملة، وكنت أدرس سلوك النملة، ماذا يعني ستصنع مع هذه اليرقات. طبعا شفت أنواع السلوكيات المتواجدة في النمل. طبعا هذه يرقات حشرات عبارة عن ديدان صغيرة جدا على مستوى ما بعد تبلغ هذه اليرقات. طبعا تم حقنها بمواد مخدرة، وتم وضع هذه النملة لمعرفة السلوكيات التي ستحصل عندما تتغذى على هذه يعني اليرقات. طبعا شفت نتائج كبيرة جدا في هذا المجال، وكونه يعني مجال الحشرات مجال يعني كبير جدا. أنا أنصح يعني الباحثين بدراسة الحشرات ودراسة سلوكيات تغذية الحشرات، ويعني ممكن تلقى نتائج كبيرة جدا ومعرفة مستوى ذكاء المخلوق اللي جالس يعني تتعامل معه من الناحية التغذوية. إذا كنت يعني ستضعه في محيط غذائي ومراقبته تحت المجهر، ودراسة المستوى التغذوي والتفكير المنطقي في هذا الحشرات، وإذا ممكن تشرح دماغ أي مخلوق من المخلوقات سواء كان يعني حشرة أو ميكروب طفيليات أو مخلوقات أخرى مهما كان يعني الحجم. إلى هنا انتهى الدرس، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات في كتبي، وأيضا صورت لكم مقاطع فيديو ووضعتها في قناتي. ممكن يعني تلقون مجموعة من السلوكيات التي صورتها للنمل والمخلوقات والحشرات الأخرى التي درستها. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات بشكل أدق في الكتب والبحوث ما ننشرها إن شاء الله.